بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بأن آية بقول إيشان سورة يوسف مرورا على ختامها آية الشنات سورة الرعد قبل الله محمد والله قصوه دي قصوه في فرها بناء يوسف الدنبيين ذلك قصوه في فرها بناء من أنباء الغيب wixii ka maqnaa wararkiisi weeye nuuxiihi ilayka waan u waxyoonay uma kunta ladayhim ilman nabi yaquub aqtooda ma ahayn id ajmacu amrahum amarkood iyo taladooda markay ururiye wahum iyaguna yamkuruna yusuf ay khayaanayee uma aktharun naasi dadka badankii ma aha walow xarasta aad ku badadaashide mu'miniina uma tasaluhum موديني سيد عليه على تبليغ الرسالة من أجله وكم مرمرسون ما هيان وحبات نقا قادة إنه هو ما هو قرآنكم ماها إلا ديكس وان موية للعالمين وكأي إمسا من آية على مدى وآية في السماوات السماء كسوغا والأرض أرض كسوغا يمرون أي مريان عليها دشال وهم يقون معرضون عنها إكجي يتدينين أبا في سنين وما يؤمن أكثرهم بدن كود مرهم يضدك بالله إلا وهم مشركون ومشركون غيب فربدن إيمان شيئا إيسا يهدنا مشركين الله حليه هي آية بدن إيه معجزات فربدن يا السماد يا أرض كم وغض أيضدك أين أبا في السنين حدقها دلالية ضيحة قرحة الضرورة حبك ألا أشميجي أرضنا نباتك بيدها ليرتا حويانك waxa soo dhan hadana alla qudradiisa ku taxsi qaadan maaya oo uba fiirsan maaya way mid kale dadka badankii dad badan oo sheeganaya iimaan ya hadana shirka ku daray mushrikiinta waxa kamid ah hadani waxa sheegan markay mushrikiintu tawaafayaan labbayka allahumma labbayk la sharika illa sharika lak walillahi wa kadayuna nabiga sida kaday munaafiqiinta إيمان بالشيخنا يهدنا ومشركين شرك كلا وقرصون باترة الحلف بغير الله مركز لغو دارتوا شركي شرك كلا ترى عامد أبدا تهيو نبي قحول الطيرة والتمائم والتولية شرك بوير عليه الصلاة والسلام بيرنا باسيس أشياء الباسيس قرداسها مديدة وشرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مو من بين الشيخنا ياندد كاسي مركز شرك هو واحد قرصان وحول مدى شرك قبال ليلي صلح غور مذوتيوغا أو قرآن شكود السعط سيدان شنقد هذا اللوم مغلين يميل هذا الملين ينكاسي وقال لبالي شرك وإلى نادي سرع إلى الله الله وحوليه وكأي إنبضا ومن آية آية يا في السماوات كسوغان يا والارض يمرون اي دول مريان عليها دشوده اندها كو هيا وهم يغون عنها معرضون اي كجيتن ان ابا فيرسنين وما يؤمن مرهم ايه اكثرهم بدنكود او ايمان ما شئت بالله الا الا وهم مشركون مشركون وين تدك حقا لغو كري لا ايهي افامنوا محو حي امن كيهين ان تاتيهم ان اتمادوا غاشيه ضبولا ومن عذاب الله إلى عذاب كيس كمله أو تأتيهم الساعة ساعدوا إن أتما تبغتة سلم فلانا وهم يقولون لا يشعرون أين أغين ساعدوا بمه بلايا كسوه ريسا سلم فلانا أغيما ذاتكم هو حيام جيين إن بلايا الضباشو عذابه أما قيامة يبقى أتما ديجون أغين وإن يقف قسيات كيسانا يحمان تيه وحاسر فالك هو حوي وحالمين ذاتك وانت هو بكين دونا ذات بذن النيسان باجده دو اسك شقيسن واتوب كين دونا ويا انه هذا دبن يا اغوي تا لما ربا افامنوا موعدتكم امن كيهن ان تاتيهم غاشيه بلا يدبولا الى اتمادو ومن عذاب الله الى عذاب كيس كميده او تاتيهم الساعه ساعد اتماد بغته سكذا لما فيلانا وهم لا يشعرون اين اغين قل وحات الى هذه دعوة أن إذن كير السبيلي أنك وضده إذن وين لا إله إلا الله أن إذن كير ياي ووضده طريقين
أدعو وحن أقول يدك إلى الله لأنه يعني بمركان لا إله إلا الله ده لا يعني وحن أقول حق ألا نقول على بصيرة حق يحجانا كذل صدنا أنا أنيق يوم أن تبع يدك إزاعي ذا تاسع نقول إن أنا يدك إزاعي أبو بكر صديق كو وسبحان الله إلهي بأن زهنا وحن أي شيء جيا يعني كان زيه الله وما أنا أنيقنا ميه من المشركين المشركين تكمد ميه نبغى سيدا له بالله سبحان الله إلهي بأ وحنا ودلنا النزيه وهو يقول لهم اعتزل هذا يقول هذا سي إلهي مركي نزيه يان وحي ترين مدير مقابنا كان ما أهم إلا ما تشوق إليك مركي سفدي سينا وما بأ قلبا قرآن كريم كي سنة النبي مركي الله لنزيه بس سبحان الله وبالله مركي الله كمان غفور رحيم قادر سفدي سودا بالله ترين الله عليه قل حاتر نبي الله محمد هذه تن أن إذن كيير يسبيل ووضد أن هي أدعو حان أقير خلقك إلى الله بأن أقير إلى عبادة الله إلى الله إله إلا الله على بصيرة حجة أنا كدل سبحان أنا أنيق يوم نتبع لذتك إرهاعي وسبحان الله الله باه فن حمان ونكوف فن وما أنا أنيقنا ميه من المشركين كمدمي أنا بقى صالح بالقول إن لقنا سيدا سأل إن قربا الله عليه وما أرسلنا ما أن أنذر النبي محمد من قبلك هذه خرطة إلا رجال رقموي فقاسوا نوحي إليهم أن أوحيوني ومن أهل القرى مقالوين كمدا أفلم يسيروا مياني سعنين تتكن كديدني في الأرض للك وفينظروا آني إيهن كيف سيدي كان أهاتي عقبة الذين كوي عرفتوا من قبل مرتوت خريرها وحمكا كاء في ثمود في عاد وردك رسي أبابين مواني إيهن ولدار الآخرة آخرة دار تيدا خير الأخير بدن للذين كوي اتقوا خبقوا وتخبقوا أفلا تعقلوا بيدا وحبك رني أدون كدبات هذا ساد دبيل يا شاهستا قفك ممك آخر أفيعا الله عليا أذيك هرتا سقوحنا إن ما أنان ديرين وفير مقاله مركز شين لما ديرين دمرنا لما ديرين وليا وحيدا هدين نبي موسى هو يدي وقال له وحي يوديو وحال الويلك سيدا كرد وسيدا كرد مريمنا وقال له وحي يوديو ويل ساس وساس وساس دال الدونتا يا لوغو وحيودي مركا قبلها سو انبياء ما اهين وحي الهام باكا ليدا وحي لا شيغينا هوينكا لو سودي وا وحي تشريع وي وحي شرعي وكا وا وحي الهام ددك مؤمنين تو سيد عمر بن الخطاب وكله خادر با كوسو دحي جيرتي حق اه يا كوسو دحي جيرتي جن لا غبا دغن ولي ددك ريد مغالكانا وها ليدي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجر الله يعلم حدود الله وأدد بدوه قللاً ووح جلني تذكرين ميجا في المجال كوأدد البحر قلب كل سنة وحفهم يوين تذكر سالوسن دشين وما أرسلنا ما ننتظر من قبل كهرتا إلا رجال رقموي نوحي أن وحي أن إليهم حق هذا من أهل القرى مجالوين كأهل كذا أفلم يسيروا ميانا يسعنن في الأرض دول كالحديث ذات كان الله الله ياي وفينظروا أين إيهن كيف سيدي كان عقبة الذي يركو عربته من قبل كوري وسيقوب بابين مين شو قالي ولا الدار الآخرة آخرة الدار تيدا أو جنة دا يا خير أو خير بدن للذين كو يتقوا الله ذا كبقي أدون كرفات كسبها كم تاني أفلا تعقلون موادي فهمين حتى إذا سيأس الرسل رسل شمركي كقوستين قراءة إنو تالو كوذيبوه yaa laqada ku wadeena damaaftoo dhana waxay u noqon dadka umadaha ay u noqon hatta ida say asar rusulu rusushu markay quusteen wadannu umadihi umalayeen annahum iyay qad kudibu in been loo sheegay oo rusushu been u sheegtay ay umalayeen jaahum waxa yimid nasruna gargaarkayagi fanujiya waanu nabagelin ma nasha qofkaanu doono wala yuridu laga cilmahay baasuna dibka yaga aanil qoomil mujrimiina tafsiirka aan martay waa sida inoo taala oo wadannu ku waleleeyahay waa ummadaha annum ku waleleeyahay waa ummadaha kulibu ku waleleeyahay waa ummadaha jaahum markaa waka waa kudibu kudibu bal aqri kudibu
كذبوا وبينين كذبون وبين شيء marka kuwii umadihi rusulka loo diray bay yaa u qaatay ilo beeshay oo been loo shoo waxba ku dhacaynin yaa u qaatay tafsiirka kale Aisha Urwa bin Zubayr baa u yimid oo habariyad si bay ahayn ma kuzibu baa buu maso wa kuzibu bay tiri oo markay rususi in la beeniyay oo dadkoodii beeniyeen ay ogaadeen yaa fadhiga yimid saasay tiri laakin mar hadii taala laqbay waxay noqon hatta ila say asar rusul rusushu markay qoosteen oo wadannu rusushu ummaleeyeen annahum rusushu qad kuzibu illa beeniyay oo dadkoodii beeniyeen jaahum nasruna takalana waxa way qad kuzibu lab been loo sheegay marka taa hadda inoo taala inoo ku wadeena insha Allah hatta ila say asar rusulu rusushu markay qoosteen oo wadannu ummadahoodii ummaleeyeen annahum ayay qad kuzibu been in loo sheegay oo rusushu been u sheegtay ay u qaateen oo wixii la sheegay dhici waayay yujaahum nasruna nasriga yagii yimid oo rusushu u yimid fanujiya waa nabad gelinayna amanna shaqo qofkaan doona waa nabad gelinay walaa yuradu laga baaliye baasuna dibka yaga anil qawmil mujrimina dambiile dibka alle uu ku dhacay laqad kaana waa ku sugan fi qasasihim qisooyinka faraha badan oo yusuf u dambeeyay cibrato waay aragnimo iy cilmi qaadasho luuli la baabi aqalka kuwa saaxiibka qofka aqalka ah waxyaabaha markii qisooyinka iyo dhacdooyinka looga sheego iyo sida wax u dhaceen iyo meesha wax ka xumaadeen iyo meesha wax u hagaageen aqal badan baa u koray laqad kaana waxa ahaaday fi qisasihim qisooyinkoodii anbiyaadii iyo dadkii hore cibrato waaya aragnimo luuli la baabi aqalka kuwa saaxiibka ma kaana quraanku ma aha xadiisan war ma aha yuftara la been abuurtay ولكن تصديق الذي كيف رميه سوى يبين يديه كوري كتبته ولو رميه وتفصيل كل شيء الأرك كل كالعدين تيوي حرامي حلالي وحلما وهدى هنوي ورحمة الرحمة لقوم قوم يؤمنون رميه الله وحليه قرآنك وحلى بين أبو سيم معها لو إلى محمد نبو كسو برتي سلاسو أفرت سنو كل حلولا ولي وحاسو كما إنا مقل بين ولي كما إنا مقل marka waxay ku leeyihiin adoonka jibriil ha iyo hebel iyo wax ka soo bartay weli meel nabiga uma xareeyno diin iyo cilmi uma doonana ma kaan quraanku ma hadiisan war yuftara la been abuurtay walakin kaana tasdiiq alladi kiifu meeyihiisa way yibaynayday koori kutubtoor rumaynaya oo tafsiila kulli shayn shilaadka kulliga kal cadeyntii way wahudan hanoon iyo warraxbata way qoomi yu'minuna qolada mu'miniinta wakiin nagu hadan mu'miniinna quraanka waa inuu hanuun inoo noqdo inuu ku dhaqana quraanka waa inaan inagu isku soo dejinaa wadaadadeenii hore way iska ficilayeen quraanka way inaga fogaayeen inagii quraanka kala jareen waxay dhahay quraanku shirki wuxuu ku tagay mushrikiin yahuud nasara makkah abu jahl ku soo dagabeen inay quraanka marka inama qoseeyo marka wixii uu qolihii sufiyaalka ay noo keeneen badiin inoo noqday quraankiina wali naga fogaay quraanku dushu iraga saaray insha Allah taala suratu ar-ra'd wa suratu sadahiyat tubnaad tartiibta quraanka kariimka ah aayadahaduna waa 43 suratu ar-ra'd wa madani waqciyaduna makki weyn hadii habkay u socotay waa makki laakiin waa madani ila laba aayadood ma sida la sheego alif lam mim ra sidaynu dhahayno ma dhahayna tafsiir uma hayno laakin 29 ka ay suuradood ee xuruufta muqaddacada lagu bilaabo si toos ah ama si dadban ee quraanka sharaftiisa u sheegaya taasi ka siman yahay arabna waa lagu cadeeyo waxa la yiri quraankan alif iyo mim iyo ta iyo xuruufta la taqaana buu ka sameysan yahay ar isagoo kale la ka ilaayay dhigay tilka taas qiimaha badan ayatul kitaab wa kitaabka ayadihiisa ishaarada baciidada hadda hada in la yiraahdo ahay ama ili ama hadi in la yiraahdo ahay ishaara baciida la yiraahdo tilka taa sheyga qiimaha badan yaa lagu ishaaraa waxa heerka sarihi weyn tilka taa qiimaha badan ayatul kitaab kitaabka ayadihiisa weyn walladhi ki unzila ladajiyay ilayka xaqaaga nabi ilaah muhammad oo min rabbika laga soo dajiyay al haqqu wa dab
ولكن أكثر الناس ضد كبد الكور لا يؤمنون ما رمينا يا كل جوج سودجي وحق بأن النبي قال وجد ونقبيها النبي يقول حقه وقال وعلى لك إن لقنا وحق وين قرنا والذي كتابك والذي قرآنك أنزل إليك الجوج سودجي مدربك لا جاي سودجي الحق وين ولكن أكثر الناس ضد كبد الكور لا يؤمنون ما رمينا الله الله الذي الله ويرفع السماوات السماء كوريا لي بغير عمد تير لآن ترونها وابد ركتان دي إنين تير لها ترونها هدي لغا سفايا عمدينها تير كاسو ترونها وحين نغل تير أيضا أرق بيلي لها بين نغل هدي لغا سفايا هدي لغا قوية ترونها ليلانا وابد ركتان إنين تير لها بين نغل ساسين علمات أبداً تاي ثم استوى الله وككر نغضي على العرش عرش قدوشيس وسخر الشمس قرح دووس عسيي يو القمر ضيحة كل دمان يجري ودرين وصان إلى أجل يدم سما لمغا عابي وإلى قيامها يدبر الأمر أمر كالله ومامولا يفصل الآيات آياتها وكال عدايا لعلكم وحادو دوذهين بلقاء ربكم ربك لكل كي ستؤمنون أنا تميسا الله سبحانه وتعالى توقنون يقينسا بلقاء ربكم توقنون رفع السماوات بغير عمل تير لآن يوالا كوريا لي تير كاسو ترونها آد أرقتها ولك تيرا دينان أرق بيلا إسال الله غصفه لكن وحي أبضانتها رفع السماوات بغير عمد ترونها الدواب أرقتها إنين تير لهين ثم استوى على العرش سيدين أول بشيكي تيري تضباء يدود باستواها اللغوشة سورة العراف وآيات كنتن يأفر سورة يونس وآيات صدحات سورة دينن وآيات لبات سورة طه وآيات شنات سورة فرقان وآيات كنتن يستقار سورة سجد سورة الحديد وآيات أفراء استواء القرآن ككتيرة هدي إلى اللغو طلابية وقسم هدي على اللغو طلابية وارتفاق هدي عن حرف لغو طلابين هو كامل نمو انت بقرآن كوي كتيرت مالك قوليها معتزيلة ذو حيرهين استواها نوحبا كما تيراني استوا غلبه وقهره بيدهن مالك وحي كرلق انتهي نبي الله محمد مفهمين آيات مفهمين أو فسير كرواي صحابتنا مفهمين الله نوحينا فهمين نبو ينقصوا الدكي مالك استواها سيدي سلق ذو وين معتزيلة ذو خطر عروم marka istiwa ala arshi culimada islaamka ee nabi muhammad ala murur hisaasay ku daayeen waa istiwa dhaba laakin ma garanayna sidoo yahay mana dhaxteen ka ali istiwa ma aqoon wal kayfu majhul wa su'alu an bid'ah imam malik bayi allahu alladhi allahu yarfa' as-samawati samada kor yaalay bi ghayri amadin tayr la'an tarawna hadhi wa mad aragtaan summa istawa wa huwa allahu ka kor noqday ala al-arsh وسخر الشمس قرح وسعسي والقمر ضيحة كل دمان يجري وسع لأجل مدى مسمى لمقعابي ومدد قيامها نوين نخون منازيشا أضيحه بلشي ومركسه وريقا ورحضنا معلوم والبا يدبر الأمر أمر كالله با مامله ميلو تشوغبا يفصل الآيات آياته وكال بحياء الله سبحانه وتعالى وكال عدي حلاسي حرامتي وعدي وعيدك لعلكم واحد قدوا ذهن مركي سالة وحليلين كل شيء بلقاء ربكم ربك كل كيسة توقنون على القنسة وهو الله الذي الله ويمد الأرض للكفيدي وجعل وحوية فيها أرض نحن هذا رواسية بوراءة أذن إيو أنهارا تقد ومن كل الثمرات من أردنبا جعل وحوية فيها أرض نحن هذا زوجين لبنوع اثنين أو لبعا يخشى الليل هبينك كذب ولا النهار مالت إن في ذلك أرنتها وحاكسوا لآيات آيضه لقوم يتفكرون في كري الله سبحانه وتعالى نركو في دي بوروك قد قتمي سائن أقول لألا تبيد مالها سائن أقول لغلقاقين بوراها نقولك إلى ما شاء أهو سيسيح شيئه يتقد سيدا أبتاعي مره لبن نوع لنان يمعان مدو يا عبدين ووين يا يرير كل واحد صار نبوء الله سبحانه وتعالى يسمعين
habeenkii maalintu isdabooliyo sidaad habeen ugu jirtu ma maalintu ka soo dalbixi sad maalin ugu jirtu habeen ku dulsha ka foon isbedelkooda ma garan kartid waad arkuun isoo kula taagan ma galan kartid Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah sida yeelay cid wax garanaysa way ay wax fikiraysa ilaahay qudradiisa wa la ino soo bandhigay Allah sida yeelay ya sida yeeli kara qolada dabiiciinta waxina dabeeca waxa sameeyay ma dabeeca sida wax u kala bedeli karta dabeecada siyaasiga ay lafteeda wuu Allah alladhi Allah wa yumaddal ardh dul kafidiyay waj'ala yeelay fiha ardhada dhexdeeda rawaasiya buuraad adag busbay noqon lahayd in la dumaysaa hadaan buuruhu ku dhaxin dhagaxu ku dhaxtidacan yahay ku dhaxsameysan yahay iyo anhaaran togog sida uu qulqulayo oo biyo dhinac walba u socdaan in kulli samaraati mid kulli xagood jacala wuxuu yeelay fiha ardhada xawjeeni laba nooc isnayn oo laba ah dhanaan iyo macaan madow iyo cadiin buuri iyo yari yuxshi leeyda habeenka wuxuu ku daboolaa anhaar maalinta maalintan uu ku daboolaa inna fi dhalika arintaa waxaa ku sugan la aayaatin aayada waaweyn qoom iyo tafakkaruna innaga la rabaa inaan fikirro moogta wa fil ardi dhulka waxaa ku sugan qidacun noocyo ama googo taamu tajaawiraatun darisoho isku xidxidan iyo wajanaatun janooyuna min acnaabin cinab ah wa zarcun beero wa nakhiilun timir sinwaanun oo rubca ah wa kayru sinwaanin hal lukaliyaala ah yusqaa waa laga waraabiyaa bimaain biyo waaxidin oo keliya wa nufadilu waan kala fadli siina waan kala fiicinayna بعضها قال كذا على بعض غير كذا في كل حاجة عنده عنده كوكل وناكسينهم إن في ذلك أرثا وحكسوا لا آيات لا آيات لقوم يعقلون قليه وفهمية وحجرني إلى قدر ذي سرلك وقد عوي المتجاور مدن وعذيب تنوع سهل تنوع عمود تنوع ضيب وحبي صوصاري تنوع صوصاري ميس وعرسيل وين يكوك على جوجا أنا ملك على تروك على الطبيعة inta hadana zarcigi iyo cinabkii wuxuu dhanba ku beeran isku biyo kaliina way ka cabayaan ajeeb way isku biyo ka cabay waxa kala duwan tan dayib ka dhulkan dayib ka wanaagsan wax soo saari kan carraseesha kan amuuda kan nooc way isku wada agyaalay isku biyeena ka cabayaan isku maamul baana waxayna geedii dirtii sidoo kale hadana midowadii way kala duwan yihiin Allah subhanahu wa ta'ala wa fil ardi dhulka waxa ku soo qidacun googo mutajaawilaas dadiso isku dhadhagan oo tan dayib tahay tan carseel tahay iyo wajanaatun jannooyin oo min acnaabin cinaba iyo wazarcun zarci wa nakhiilun timir sinwaanun oo rubcoho hal gunaho geedo badan ka baxeena iyo qayru sinwaanin lukaliyaale keligi geed sidaa u taagan yusqaa waa laga waraan bimaain waaxidin intaasoo dhan hal biyo kaliya ka cabaya hal biyo kaliya ka cabaya inta nooca ee wax soo saar iyo wax soo saar la'aan biyaha kaliya waraabinaya wanu fadilu waan kala fadli siinay baadhaha midaha qaarkood cala baadhi fil u kula xaq cunida mid macaan mid dhanaan mid haale mid bannuuc kaliya weyn inna fi dhalika arintaa waxaa ku sugan la ayaatin adilla waaweyn liqawmikum yaqiluuna wa fahmaya wa inaynu inagu fahamnay garo inaga la ina sheegi liqawmi yaqiluuna wa inaad fahamto أبو حنيفة رحمه الله حكمة بدنا نعمان بن الصابق يا قلم الحدين وحيتي أبو حنيفة إلهي قارده هو اللي جواه يحقو شوقه وخير آمسل وحيري وحفكرين دون شاحنا وبوحده وبدل سلح مشاهسون إذا نوذني يا الله إيش يقول كف فكري يقول ما تفتالي هذا ما أرضنا يقول كانوا نما إلى الإمام الله أن شوق بإذن الله تعيب وكير وحكمت وي وإن تعجب نبي الله محمد خداد يابته ديدا أي كديدين هذا الله يابنته فعجبوا وحيابه إن الله يابته أي قمنته قولهم هذا القاضي إذا كنا مركانا هنا تراب العرو أين أنا قال في خلق ما أبور بان كسر علينا جديد وعصب أولئك هو سأل الذين كوي وحال نبي الله محمد هذا الله يابنته ديدا أي كديدين waxaanu muxuu wax u gal ilaahin aleenihiin Allah hadama yaabe waxa ka siyaab badan ilaahi sida uu abuuray ee ardada iyo dhulkii abuuray markii horeba abuuray miya abuur cusubna abuuri karee leey taas wax la yaabo ki markii horeba abuuray markii hore ka abuuray wuu awanu calay soo celintu wuu awanu calay way ka fududahay aqligeena warkii la yiraah ilaahi bilaabid iyo soo celintu waa isugu mid laakiin aqligeena farsamo la soo qabtay
mar dambe in la qabtay way dib yirta inaga aqal gelin way marka hada hada yaabantay diidada ku diiday waxa la yaabsaa ee hadalkana ilaahay la yaab way taajab hada yaabantahay faajabu waxa yaaba oo adna allah si yaabta qowluhum oraahdoodi ayda kunna markaana turaban arro a inna annaga la fi khalqin abur miyan ku sugnaan ina jididina usub ulaayka kuwaasi nooca ku hadlayay alladina kuway kafaru bi rabbihim rabbigood ka gaalobay wa ulaayka kuwa al aqlalu luqun hirba fi aanaqihim luquntooda ku xidhan waafigta waxa loo yaqaan inta gacmaha iyo luqunta la isku xidhan aqlal baa leeyahay waafig weyn ulaayka kuwaasi alladina kuway kafaru gaalobay bi rabbihim rabbigood ka gaalobay wa ulaayka kuwaasna alaqlaalu luqun hid ya fi aanaqihim luqunta kaga xidhan wa ulaayka kuwaasina ashaabun naari naarta ashaabteedii weeye hum iyagu fiha naarta dhexdeeda khaliduna wa kuwaariya ilaahu naga badbaadi allah subhanahu wa ta'ala.